السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد الدرج على قناة مهندس موقع. في الفيديو السابق تكلمنا عن كيفية عمل قاعدة الإنارة وكيفية تركيب عمود الإنارة للشوارع. هذه قاعدة الإنارة قبل الصب، كيف يكون التسليح للقاعدة وكيفية وضع البراغي. قلنا سابقا بأنها طول 50 سنتي تكون داخل الحديد، ومن ثم الصب عليها لتصبح كتلة واحدة مع الخرسانة. يوجد أيضا بليتة من تحت لضمان استقامة هذه البراغي، وأيضا مثبتة بصمونة في الأعلى وصمونة في الأسفل بهذا الشكل. طبعا هنا أيضا صمونة من الأسفل ودبل من الأعلى كما تكلمنا في الفيديو السابق، الذي في الأسفل لضمان الليفل والذي في الأعلى لتثبيت العمود، وهذه البليتة التي سوف يجلس عليها عمود الإنارة. كل هذا قبل الصب. يتم حمل هذه القاعدة كما هي ووضعها في مكانها المناسب وبزاويتها المناسبة حسب المخطط وحسب الديزاين المعماري. طبعا يتم تحديد المكان من قبل المساح على جهاز التوتال ستيشن، وهذا هو مكانها. يوجد طبقة نظافة يتم صبها في البداية. يتم حمل هذه القاعدة، وضعها في مكان مناسب، ومن ثم الصب لهذا الليفل، أي تحت البرغ الذي أسفل حوالي 1 سنتي، ليتم التحكم به وضمان الليفل. شكرا لمتابعتكم، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد على هذه القناة.